ذات يوم حملت الريح رسالتك وبها رائحة الاشتعال، فزادت نيران الحشا لهيبا، هاج بالحب كما في يوم عيد، مليء بالمسرات والأنغام الدافئة، أنغام مقام لو هي لو اختلطت مع رنين السلاسل الذهبية. مرحبا أعزائي المشاهدين، نلتقيكم مجددا في حلقة من رموز، واليوم راح أخذكم بجولة سريعة لنتعرف عن كثب، على هذا الشاعر الذي كتب هذه الأبيات الرائعة. إنه الشاعر الصوفي مولوي. تابعونا. ولد الشاعر عبد الرحيم بن الملا سعيد المعروف بلقبه الذائع مولوي عام 1806 في قرية سرشاتة الجبلية بمنطقة تاوغوزي الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء حلبجة في محافظة السليمانية، حيث نشأ وترعرع في أحضان أسرة معروفة من نسل الملا أبي بكر المصنف من أحفاد المرشد السيد محمد زاهد. كان مولوي صغيراً عندما انتقل مع أسرته إلى قرية بيزاوة القريبة من مدينة حلبجة، فقرأ وختم هناك القرآن الكريم على يدي والده الجليل، ثم درس وتعلم المناهج التعليمية السائدة من علوم النحو والصرف ومبادئ اللغة الفارسية وغيرها. وعلى خطى طلاب العلم في ذاك الزمان، جاب المولوي مناطق عدة من كردستان الجنوبية والشرقية بحثاً عن المزيد من العلوم والمعارف، وبعد رحلة دامت أعواماً هو استقر في جامعة السليمانية الكبير، ونال هناك إجازة دراسية عند العلامة الملا عبد الرحمن النوتشي مفتي السليمانية والمدرس في جامع ملكندي. استهوت حياة الزهد والتصوف الشاعر مولوي، وكان من أشد المعجبين بالطريقة النقشبندية، فانخرط بشغف في حياة التنسك والورع، وبمرور الأيام أصبح من أبرز أعلام الطريقة الصوفية النقشبندية. أضحى شعر المولوي على كل لسان وفي كل منتدى، في الأفراح والأتراح والمساجد والمعابد وفي التكيات، وعلى ألسنة الدراويش وعلى ألسنة المحبين والعاشقين، وتحول إلى نجم ساطع في سماء الأدب الكردي في منتصف القرن 19. أجاد كل أنواع الشعر حتى صار بحق أمير شعراء كردستان في عصره، وتميزت أشعار المولوي بالعمق في المعنى ورقة الأسلوب ودقة الوصف، إضافة إلى براعته في تمثيل التجربة الشعرية التي عاشها صاحبها. بعد رحلة طويلة في كردستان الشرقية، عاد المولوي إلى حلبجة تحديداً في منطقة شميران، وبعد فترة عاد إلى مسقط رأسه في سرشاتة حتى توفي عام 1882 ودفن هناك. وتخليداً لذكراه، وضع نصب له وسط حديقة عامة في السليمانية، كما سمي شارع وسوق كبير باسمه. أعزائي المشاهدين، كانت هذه رحلة سريعة للخوض في مسيرة أدبية للشاعر الصوفي الوجداني مولوي. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم. انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.